وسأدافع عن الشعب الكريم ومواصلون ومستمرون إلى النهاية النصر أو الشهادة والحمد لله. الرحمن الرحيم نعزي والد الشهيد السيد هاشم بذكرى السنوية بالإنصاب ونطالب بالقصاص من القتلة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. في ذكرى استشهاد الشهيد السعيد الشهيد السيد هاشم نعزي عائلة الشهيد ونؤكد في ذكرى استشهاده نحن باقون على العهد الذي سار من أجل الشهداء سائرون من أجل القصاص من قتلة الشهداء حتى تحقيق جميع المطالب. السلام عليكم ورحمة الله. عليه الحزن والآلام وخصوصا والد الشهيد سيد هاشم أحس به بالألم كما أحس بنفسي إذا جاء ذكرى ابني الشهيد علي الشيخ كيف أتألم، ولكن تأكد يا أبو الشهيد السيد هاشم أن ابنك نحتسبه عند الله سبحانه وتعالى، وهنيئا لك بهذه الشهادة وبهذه المرتبة الذي أعطاك إياها الله سبحانه وتعالى. تأكد يا والد الشهيد أنه مع الحسن والحسين والقاسم وعلي الأكبر وضمته فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. أخيرا أشكر كل من حضر في تعبين هذا الابن الغالي رفيق ابني الشهيد علي الشيخ وهو الشهيد السيد هاشم السيد سعيد، فهنيئا له بهذه الشهادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد هاشم قتل مظلوما وللآن لم يبحث في قضيته مع علي الشيخ، مع أن الشهيد علي المؤمن عرف القاتل أو أنهم عرفوا القاتل وبرؤوه، ولا زالت النيابة الآن لم تبحث من جديد في القضية وكأن الدماء لديها رخيصة. السيد هاشم قتل مظلوما وعلى الشعب البحريني عموما أن يعرف هذا،
وهو يعرف أيضا بالنسبة للسنة والشيعة التي يطرحها اليوم البعض، نحن لا نفرق بين السنة والشيعة والشيعة، ويكفي ما قاله الشهيد المؤمن: نفسي فداء وطني التي لم تعر للسنة والشيعة في هذا الموضوع اهتمام. نحن أبناء البحرين لا نغالي عليها، البحرين هي بلدنا وهي أمنا، ولن نغالي عليها، وليقل من قال وليشاء من يشاء، والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. نتشرف بالمشاركة في التعيين السنوي للشهيد السيد هاشم السيد سعيد، لنعبر عن شكرنا وامتناننا وتقديرنا لمن قدم دمه الطاهر من أجل حريتنا وعزتنا وكرامتنا، ونؤكد له أننا سائرون على نهجه وعلى دربه حتى تحقيق المطالب وتحصيل الحقوق. رحم الله شهيدنا الغالي وجعله شافعاً لأهله وذويه. رحيم. في الذكرى السنوية لاستشهاد الشهيد السعيد السيد هاشم، نعزي عائلته الكريمة ونستلهم الصمود في هذه الذكرى، ونطالبه بالقصاص العادل ممن قتله وممن قتل شهدائنا الأبرار. والسلام عليكم. الرحيم. والحمد لله رب العالمين. جينا نواسي عائلة الشهيد السيد هاشم السيد سعيد المصاب ابنهم الغالي الشهيد، ونقول لهم: نحن على دربكم يا شهداءنا الغاليين، ونعاهد كل شهيد في البحرين ناخذ حقنا من قتلة شهداءنا. والسلام عليكم ورحمة الله الرحيم. في الذكرى السنوية لاستشهاد الشهيد السعيد السيد هاشم، نعزي عائلته الكريمة ونستلهم الصمود في هذه الذكرى، ونطالبه بالقصاص العادل ممن قتله وممن قتل شهدائنا الأبرار. والسلام عليكم. هنا لتعازي السيد هاشم السيد سعيد بهذه المهان الطاهرة، ونطالب بحقوق الشهداء الذين ظلموا ظلما وعدوانا. والسلام عليكم ورحمة الله. الرحمن الرحيم. أتقدم بأحر التعازي إلى صديقي ورفيق دربي سيد سعيد، وأهنئه في نفس الوقت بفقد هذا الشاب العزيز، وأقولها بكل صدق: أفجع الله من فجعك بابنك، وإن ابنك في الخالدين يا سيد سعيد. لا تحزن، إنه رفع رأسك وفي الخالدين، وسيبقى في قلوبنا حتى ننتصر إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الرحمن الرحيم. جئنا نعزي عائلة الشهيد السيد هاشم، ونطالب بقتلة الشهداء جميعا، ومن ضمنهم السيد هاشم. في ذكرى استشهاد الشهيد السيد هاشم سيد سعيد، لا نقول إلى أهله لا نعزيهم، بل نقول لهم أو نهنئهم بهذه المكان الذي اختارها الله لهم، وهي اختيار ابنهم الشهيد، زكاه الله على الباقي ليكون شهيد ويكون وسام لهذه العائلة. ونقول بأننا لازلنا نطالب بأن ينال هذا الشعب حقه، ونطالب بأن ينال عوائل الشهداء والشهداء حقوقهم المطالبين والذين يخرجون من أجلها، وهي القصاص ممن قتل أبنائهم. لا هو ممكن.
I'm going to go to the next one.